وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن المتخصص بالشأن الإيراني حسن راضي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن. بداية، كشفت الأمم المتحدة عن خروقات لقرارات الأمم المتحدة بشأن العقوبات المفروضة على إيران على خلفية الاتفاق النووي الإيراني نفذتها حكومة بغداد. كيف ترون علاقة الحكومة في بغداد والنظام في إيران؟ نعم، طبعا هي علاقة واضحة، علاقة تبع لتابع، وقضية واضحة أنه دور إيران والنفوذ الإيراني أعتقد معروف للداني والقاصي ولكل من يتابع، يعني ولو بشكل سطحي عن تلك العلاقة. أنه نعرف جيدا أنه إيران ليس فقط لديها علاقة مؤثرة ونفوذ في العراق، بل هي تسيطر على الحكومة وتسيطر على العراق وعلى ثرواته، ويعني تحاول حكومة بغداد أنه بكل ما تمتلك من إمكانيات تكون جسرا لكسر الحصار والعقوبات المفروضة على إيران، أو تعطي مليارات الشعب العراقي إلى النظام الإيراني حتى يكون له متنفس، أو حتى تطيل بعمره لهم، لأنه حتى وجود الحكومة العراقية هي مرتبطة، أصبحت منذ فترة طويلة وأصبحت هي مرتبطة بوجود النظام الإيراني. لذلك أنا أعتقد يعني الحكومة في العراق هي جزء وتبع للنظام الإيراني، ولا تستطيع يعني اتخاذ أي قرار إلا يعني بتعليمات من المرشد وإلا بضوء أخضر إيراني. لذلك يعني لا ننكر أنه هناك أيضا صراع ونفوذ في العراق، يعني تتقاسمها إيران وتتقاسمها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نستطيع أنه نقول أنه دور أمريكا ونفوذ أمريكا سياسي، لكن إيران سياسي وعسكري عبر الميليشيات الموجودة في العراق. هنالك اليوم رفض دولي لتواجد إيران وميليشياتها في سوريا، لكن على الصعيد الآخر نجد أبو مهدي المهندس يصرح بأن الميليشيا ستعزز من مواقع وجودها ومواقع الحشد على شريط الحدودي بين العراق وسوريا. كيف ترون هذه الخطوة؟ أنا أعتقد هذه يعني تصريحات، ولا يستطيع أي شخص يعني تكثيف من الميليشيات، خاصة الميليشيات الإيرانية، لا يستطيع من تكثيفها على الحدود الإسرائيلية أو حتى في سوريا بالتحديد. الآن وصل الأمر ووصل يعني وصلت الأمور في سوريا أنه على إيران أن تتراجع وعلى إيران أن تنسحب، وهي إيران الآن تحاول بكل ما تمتلك من قوة وعلاقات من خلال روسيا أو من خلال تقرب إلى أوروبا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول الاحتفاظ بأقل ممكن من قواتها في سوريا قبل أن تطرد بشكل كامل عسكريا أو بأدوات أخرى. لكن هذه التصريحات هي تعتبر استفزازية، وتريد تقول أنه هذه الميليشيات وإيران من خلالها إحنا لدينا قوة ونستطيع أن نعزز قواتنا وننشر ميليشياتنا، ولكن في واقع الأمر لا يستطيعون، أن هناك ضوء أحمر لوجود إيران وميليشياتها في سوريا وخاصة على الحدود إسرائيل. هناك أيضا تنسيق بين الحوثيين وميليشيا الحشد داخل العراق اليوم لمطالبة ميليشيا الحشد بالقتال في اليمن. هل يمكن أن نقول أن هذا الأمر أيضا هو بدفع إيراني لتوسيع النفوذ؟ بطبيعة الحال يعني إيران الآن نستطيع أن نقول هي في حالة دفاع عن نفوذها اللا شرعي في المنطقة الآن، لأنها دورها في تراجع وهي تحاول تحتفظ بذلك التواجد، لأنه الآن بدأ العد العكسي لطرد الميليشيات الإيرانية في المنطقة. بدأت هزيمة الميليشيات الإيرانية والجهات المرتبطة بإيران، بدأت هزيمتها على أكثر من ساحة على المستوى السياسي يعني في العراق يعني على أقل التقدير، وعلى المستوى العسكري في اليمن وفي سوريا وفي أماكن أخرى. لذلك إيران تحاول يعني تسابق الزمن في ظل العقوبات. طيب، إن دفعت إيران بميليشيا الحشد إلى اليمن، كيف سيكون شكل الصراع هناك؟ الصراع طبعا هو يعني من الحوثيين متواجدين هناك ويعتبرون هم ذراع إيران في اليمن، وإيران تحاول أن تستخدمهم كورقة لتعزيز وجودها ونفوذها. لكن بطبيعة الحال أن الأمور تتجه نحو هزيمة الحوثيين، وهذه الانتصارات المتسارعة وفي أماكن استراتيجية وحساسة مؤشر على أنه الوجود الإيراني والميليشيات الموجودة في اليمن التابعة لإيران هي نحو الهزيمة، لأنه هناك
هناك إرادة إقليمية ودولية لهزيمة إيران وميليشياتها في المنطقة، وهذا ملف واحد إضافة على الملفات الأخرى التي فتحت بوجه إيران في واشنطن وفي المنطقة، خاصة في المملكة العربية السعودية وحتى في أوروبا. المتخصص بالشأن الإيراني السيد حسن راضي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.